أعلنت إيران التوصل إلى اتفاق بشأن الخلافات الرئيسية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي في فيينا. وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بأن طهران تنتظر قرار الجانب الأمريكي بشأن الموضوع. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن مسودة الاتفاق جاهزة وتحتاج إلى قرار سياسي من جميع الأطراف، مرجحا التوصل إلى اتفاق نهائي قبل مغادرة الحكومة الإيرانية الحالية. كما وجه المتحدث باسم الحكومة الإيرانية اتهاما للولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها، وذلك عقب تصريحات صدرت من واشنطن وصفت خلالها الانتخابات الإيرانية بغير الحرة وغير النزيهة. وقال المتحدث إن واشنطن ليست في وضع يخولها التعبير عن آرائها في عملية الانتخابات في إيران أو أي بلد آخر. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا جو ثابت. ما تفاصيل هذه القصة جو؟ في الواقع فضيلة، ليس الموقف الأمريكي ليس بعيدا عن الموقف الإيراني فيما يتعلق باحتمالات التوصل إلى التفاهم إطار بين الجانبين وبوساطة أوروبية. ما سمعناه أمس من وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض والبنتاغون تحديدا، وخاصة بعد زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كوخافي إلى وزارة الدفاع الأمريكية، ما سمعناه هو أن البيت الأبيض إدارة الرئيس جو بايدن مصرة على رغم كل التغييرات التي حصلت في إيران من انتخاب رئيس جديد لها، مصرة على المضي قدما في المفاوضات، بل تعتبرها هدفا استراتيجيا. لذلك هناك إصرار من قبل الرئيس بايدن على أن تكون الجولة المقبلة من المحادثات هي الجولة النهائية لتوقيع هذا التفاهم الإطار. إذن هناك تفاصيل ما زالت عالقة فيما يتعلق برغبة طهران برفع العقوبات، لكن دعيني أقول ما لمسناه من تصريحات المسؤولين الأمريكيين أمس بأن بايدن ليس بعيدا عن احتمال رفع جزء مهم من هذه العقوبات عن إيران شرط تقديم ضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا للمجتمع الدولي بأنها ستسمح بتفتيش منشآتها النووية وبأنها ستلتزم المعايير بخفض إجراءات تخصيب اليورانيوم. باختصار فضيلة، الجانب الأمريكي أو الموقف الأمريكي اليوم ليس بعيدا عن الموقف الإيراني. شكرا جو ثابت من واشنطن. شكرا.